في آخر فصول استثمار الاحتلال الروسي لحربه ضد السوريين، يطل قائد قوات المنطقة العسكرية المركزية الفريق ألكسندر لابين ليقول إن ما يزيد عن 8000 عسكري روسي اكتسبوا خبرة قتالية لا تقدر بثمن في سوريا. تلك الخبرة التي كتبت بدماء المدنيين وآخرهم سكان الغوطة الشرقية، منحت حسب لابين 3000 عسكري روسي أوسمة وميداليات. ليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا تحويل سوريا لحقل تجارب لأسلحتها بعدما سلمها إياها بشار الأسد على طبق من ذهب، حيث سبق وأن قال مسؤولون عسكريون روس إن حربهم في سوريا كانت أفضل تدريب للقوات الروسية، ما مكنهم من العربدة في الأجواء المحررة وعلى أرضها مستخدمين أنواعا جديدة من الأسلحة. ومن جانب آخر، يأتي استعراض الجنرال الروسي في خضم تجاذبات مع الغرب على خلفية القصف الأمريكي والفرنسي والبريطاني لمواقع نظام مؤخرا، وهو ما اعتبرته روسيا إهانة لفلاديمير بوتين، ثم تبع الإهانة العسكرية تلك فشل سياسي تمثل بفشل مندوب روسيا في مجلس الأمن لاجتراح قرار يدين قصف النظام لتعود روسيا للمربع الأول، وهو الترويج لعديدها وعتادها الذي أثبت فعالية في إبادة السوريين، ظنا من روسيا أن ذلك يتيح لها الوصول لنادي القوى العظمى.